من النوم جسمك كله مشلول، مش عارف تتحرك، عايز تصرخ مش عارف، لسانك مشلول، في حد معاك في الأوضة مش عارف تعمل ايه، وعينهم بيخلوك واقفين النار ومش عارف تطلع منه. لو سألت حد كبير هيقولك إن في عفريت قاعد فوقيك ومكتفك وماسك لسانك، بس الحقيقة كل ده غلط. معاكم سلمى رمضان تيم 2. أول حاجة لازم نعرفها مراحل النوم. مراحل النوم أربعة. أول ثلاثة بنعمل رابط أي موفمنت، وتاني واحدة رابط أي موفمنت. فنان رابط أي موفمنت بيبتدي الجسم كله يبقى ريلاكس ويتنفس بسهولة، كل حاجة بتتعمل. في رابط أي موفمنت لو حركة العين سريعة جدا، عشان كده هو اتسمى بالاسم ده، التنفس بيبقى سريع، عضلات الجسم مشلولة، المخ بيبقى أكتف جدا، ودي بتبقى مرحلة الحلم. بتحصل فيها ثلاث حاجات مهمة. كريتيكال أكتيفيشن، ودي المرحلة اللي بيبتدي فيها يجهز المخ للصور والفيديوز وكل حاجة للحلم. تاني مرحلة وهي السنسوري بلوكج، ودي المرحلة اللي بتبتدي فيها تفقد الحس، يعني وانت نايم ما بتسمعش بتقول ايه. تالت مرحلة وهي الماسكولار باراليسيس، ودي المرحلة اللي انت بتفقد في انت بتبقى فيها مشلول. دي المرحلة فسرها العلماء بان هي بتحصل علشان وانت لو بتحلم حلم عنيف قوي ما تقعدش قوي مع الحلم فتأذي نفسك. في الطبيعي كل ده بيختفي مع بعض، لكن ساعات بيحصل خلل. لو جبت سفنجه وقعدت تملاها في ميه تتملى، هتفضل تتملى 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 لحد ما هتوصل مرحله مش هتقدر تتملى، هتبتدي تصيره. ده اللي بيحصل لمخنا، تبتدي اوفرلود عليك اوفرلود عليك لحد ما يجيله فتره ويحصل له خلل بسيط، يبتدي الكريتيكال اكتيفيشن تختفي والسنسري بلوكج تختفي والماسكولار باراليسيس بتفضل زي ما هي، يعني بتبقى مشلول وانت في حاله وعي زي ما انت. المخ بيبقى اكتف جدا فبيبتدي يخلق هلاوس حواليك. في حاجتين تقدر تطلع من النوم بالمرحله دي. اول حاجه ممكن تطلع دي بس اللي هو فتبتدي ان الكويس بتاعك يبتدي يقل ويعمل خلل. تاني مرحله وهي انت ممكن تركز جدا في الهلاوس لدرجه انك ترجع تاني لمرحله الحلم اللي انت كنت فيها، فما تقدروش، مفيش عفريت قاعد فوقيك ولا حاجه، كل الحكايه ان هي مجرد اضافه.